إذا كانت هذه الأسئلة مقبولة وينبغي التعامل معها بالنقاش العقلي والمنطق، فلماذا عمر رضي الله عنه كما أشرتم ضرب أصيبغ ولم يعني يتح له الفرصة، لم يناقشه؟ صبيغ ناقشه لكن عرف أنه القصة في رأسه شيطان، في رأسه إلقاء من الشيطان، فأراد إخراج ذلك. كل صاحب وسواس ممكن نقول في رأسه شيطان، لا لكن هذا علاج ونضربه. لسنا مثل عمر في هذا رضي الله عنه. فعمر إن كان في هذه الأمة محدثون فهو منهم رضي الله عنه، ونزل الوحي على تصديقه. إذا موقف خاص بعمر غالبا هكذا ما يقاس عليه. الآن لو رأينا مثل صبيغ لا يمكن أن نضربه حتى ندميه، وإنما يناقش ويعالج أو يحكم عليه قضاء إذا احتاج، لا يعالج علاجا نفسيا، فإذا أفسد وتعدى ضرره إلى غيره يؤدب قضائيا. طيب، وحديث عمر المتهوكون فيها يا ابن الخطاب، ألا يشهد للذين يرون أنه لا ينبغي أن يفسح مجال أصلا لهذه الأسئلة؟ لا، ما الأسئلة قائمة وموجودة، وليس من علاجها كبت أهلها ومنعهم من إبراسها. تفسير الحديث كيف؟ أنه غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام لما رأى نعم عمر يقرأ شيئا. لأن هذه التوراة والإنجيل محرفة ومبدلة ومحصت، فما كان منها صحيحا هو الذي جاء القرآن به، كان مصدقا لما بين يديه من الحق، فليس لنا أن نشك في شيء من كتابنا ونريد نطلب الزيادة في الكتب المحرفة المبدلة. هل نقول أنه خاص بكتب الوحي المحرفة وليس، لأن بعضهم يعممه على كل أفكار ضالة، أو كل من أمسك كتابا في فكرة ضالة قال عمر وهو عمر نهي عن قراءة في، لا هذا غير صحيح، هذا الاستدلال ليس في وجهه، ليس في محله. نعم، لأن هذا إنما هو فيما علم تحريفه وتبديله من الكتب السماوية. نعم.